ما يعصب. ف بس اذا تباوعين بشكل عام كلها واحد، كلها يتشابه، نفس طائلة. الطعم، نفس ال... نفس يعني تلاقين نفس ال... نفس مثلا نحكي حكي تلاقين اكل نفس الجمل تتشابه، فاحنا واحد. أكيد يعني هذه الروح شاهدناها برغم أنه كانت هناك تحدث مرات ربما مشكل صغير ما بيناتكم بالأكاديمية، لكن ترجعون تتراضون كعائلة. صح. وكيف كانت الروح بيناتكم رغم اختلاف اللغات واللهجات، اللهجات عفوا مثل ما ذكرنا. طيب رحمة العراقية، أكثر شيء حبيت أنا كشخصين برحمة عصبيتها وشبيك. يعني ربما غيرك من يذهب بهكذا اماكن راح يحاول ان يحكي ويا اللغه اللي اكثر، اللهجه اللي اكثر متداوله اللي هي كانت اللبنانيه، الكل يحكيها لانه سهله ايه شو وكيفك وعلى شو. ايه لكن رحمه كانت ممكن ان تحكي بهذه الكلمات مع البعض، لكن من صير عصبيه رحمه لا خلاص عراقيه. يبين، خلاص يطلع كل شيء. كنت اني اول شيء بالبدايه كنت خايفه انه الناس ما تحبني على عصبيتي، انه اني بالحياه هيك عصبيه. وبعدين غير اني مثلا عصبيه انه انت بين 75 كاميرا وستريس، غير انك يعني لازم تكونين محاسبه على تصرفاتك وقاعد تحفظين الاغاني وهذا، يجي احد يستفزك لابد انه تعصبين، يعني اقل شيء انه تعصبين. ف بس لما كنت اتعصب كان راسا الحكي العراقي كله يطلع كله عراقي ما اقدر. بحيث مشاهديك من تصيرين عصبيه واحنا نتابع اليوميات راسا هلا رجعت عراقيه. في بعض الاحيان نلاحظ انه بعض الكلمات تتغير ويا نصيف ولا زينه ولا اسماء تتغير شو طيب كيف، لكن ترجع العراقيه بلحظه العصبيه. رحمه سولفينا شويه على حوض السباحه بالاكاديميه. كم مره كان من نصيبك؟ هواي والله ما عديتهم، يعني انا بالنسبه لي ما عديت ايش قد اني نزلت على الـ على الـ المسبح. يعني اول شيء هي اول يوم صارت انه تفاجات، لا انت ايش قاعد تسوون، لا لحظه هدوا شويه، لا لازم تذبلش، لان اني اصلا اني يعني اني تحرشت بهم واني اللي لعبت وياهم بالمي، فكان لي نصيب كبير بالحوض السباحه مثل ما قلتي. وبالعكس يعني اجتي فتره انه صرت ازعل، اهو ارد انذب بالمي خلي حتى غير جوي شوي. كنت اسوي مشكله انه حتى صح حتى راسا اي تكون جاهزة وبالماء. طبعا تحياتي إلى كل الكادر المتواجد ويانا، لكن علي البحري اللي قبل قليل كان وياك وأخذ صورة، علي البحري اللي حلفني بداعتي بداعتي خل رحمة تغني أغنية إلي، هذا من أشد معجبيك وأكيد الكل معجب، لكن يقول بداعتي خليها إلي. علي شوية إلك والباقي إهداء للمشاهدين. أكيد طبعا. شغني لكم. وين انت انا عيني بعدت، وين بيا مكان انت صرت، وين وين القاك وين ويمتى شو صارت اخبارك سكتة، وين انت انا عيني بعدت، وين انت انا عيني بعدت، وين انت انا عيني، وين انت انا عيني بعدت، وين. سوري اني بس صوتي تعبان والله، صار لي تقريبا 4 ايام نايمه ومن الاكاديمي لهنا. شكرا علي كل شيء حبيبتي. العفو علي تعبتني هوايه. علي هاي الاغنيه مو علي اكون تعبانه رحت. طيب رحمه هذه الاغنيه لما تغنيها؟ اي واحدة وين انت عن عيني بعدت؟ مو الاحد معين بس يعني ايه الاحراق مو؟ ها؟ اسكت ابدلها للسؤال؟ اي احسن. تعطاني كان ببالي اسئلة محرجة راح ابدلها كلها يعني يكون احسن. اوكي ورا البرنامج انا وياك. طيب رحمة هل تعتقدين انه انت بالاكاديمية اخذتي حقك الكافي؟ الحمد لله.
الحمد لله. حلو هذا الجواب. شوفي لو ما اخذت حقي ما كان اخذت محبه هاي العالم كله ابدا. اكيد هو انا على فكره كنت من الناس المدلله بالاكاديمي خلينا يكون بعلمك، صح يمكن ما كنت ابين بالبرايم بالاغاني، بس انا كنت من اكثر الناس المدللين بالاكاديمي، هاي اقولها على من كل كانوا موجودين من اساتذه وستاف كلهم، كنت اني مدلله بالاكاديمي. اكيد وشاهدنا حب مدام رولا سعد الك، وكانت دائما تسميك روح الاكاديميه. اكيد من خلال المزاح والضحك والترفيه. اكيد يعني سويتي جو مو طبيعي بالاكاديميه وجو جدا جميل. راح نقوم حبيبي ناخذ اتصالات ونتواصل ويانا دانيا من اربيل. لو داليا دانيا الو صباح الخير. الو مرحبا. اهلا وسهلا. هلا يا دانيا. هلا رحوم. هلا حبيبتي. رحوم احنا نشد المعجبين الك وعند الجمهور يهز الارض، وانت وصلتي فاينل وشرفتينا وشرفتي بلدك كله. حبيبتي تسلمين. واستمر بمشوارك الفني وان شاء الله تنجحين تكوني ناجحه ان شاء الله. ورحوم عندي بس سؤال الك. اي حبيبي. بس راح تسوين حفله باربيل لو لا؟ ان شاء الله عندي حفله يوم 25 بسليمانيه وباربيل وبدهوك. اول حفله حتكون بسليمانيه وثاني حفله باربيل ان شاء الله. راح تنزل كل الاخبار والاعلانات. نكون حاضرين ونكون الحفله تخبر ان شاء الله. حبيبي شكرا لك داريا. وياي اتصال اخر. الو صباح الخير. حسام نصيلي صوت التلفزيون لان ما راح نقدر نسمعك شويه. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا تفضل. صحون شلونك؟ هلا عيني شلونك؟ شلون صحتي؟ الحمد لله الله يسلمك. اذهب الامطار تابع ناس وحبي ناس وحبينا محمد رمضان هم وياك. تسلم. ابو طاسي مدى اسمع. اكيد صوت هناك اكو خلل بالصوت. شكرا لك حسام. انقطع الاتصال كان معلي صوت التلفزيون. راح هما علاقتك بالازياء مثل ما عرفنا باحدى جوائزك حصلتي على فستان. سولفينا شوي عن الازياء وحبك لها. اول شيء انا طلعت التوب 1 وما كنت متوقعه انه راح يهدوني هديه يعني فستان من مصمم عالمي مثل زهير مراد، فكانت يعني ما بتخيل فرحتي مستحيل. ف انا احب الشوبينج، احب الملابس كلش هواي، تغيرني من نفسيتي يعني. اذا كنت معصبه اطلع اسوي شوبينج، اذا كنت سعيده اسوي شوبينج.